وين نولي ونخلص؟ قضينا عمرنا ضيم ومشاكل، نفوت بحروب ونطلع من حروب. صار لنا كم شهر هنا والأمور بالزايد تخرب بالموصل، وماكو لا خبر ولا حس عن أبويا، وما نعرف شنو مصيرنا هنا. أنا ما جبانة مثل بعض الناس، أترك الموصل وأطلع. نصارى أنتم؟ إحنا مسيحيين. مشكلة عامة على الموصل كله، مشكلة عامة على الموصل كله. كلي منين جتنا هاي المصيبة؟ والله العراقيين ما يستاهلون هاي البهذلة. كل إحساس إنسان بمعنى الكلمة. هاي ما عطشان؟ تعال تعال تعال، أشو أنتي تطبين بكيفك وتطلعين بكيفك. خالتي شنو الموضوع؟ أكو شي؟ طبعاً أكو شيء، وشيء كلش كبير. أشو نظام تبعهم لداعش وذول المسيح عنا رح يقتلونا ويقتلوهم. أش رح نعمل؟ مين جتنا هالمصيبة يا حج؟ يلا قل لي أش رح نعمل إذا فات علينا داعش؟ أش رح نعمل ولقوا المسيح يمنا؟ أشو